داري قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا الناس اللي خدامين على فوركس الناس اللي طلبوني على الجروب ديال توصيات فوركس او السينرجي فوركس الناس اللي بغاو يخدموا على هذا المجال هذا راه رابط اسفل في صندوق الوصف رابط تيليجرام اسفل في صندوق الوصف ما تحتاج تدفع حتى شي ريال الجروب غاتوي مجاني الناس اللي بغاو يخدموا الناس اللي بغاو يعني يتحصلوا على التوصيات مجانيا انا قدمتها لكم وتنقدم لكم حتى يعني النتائج ديال التوصيات هذه اللي بزاف ديال الاسهم وحتى بزاف ديال الكريبتو كورنس اللي تقدموا لكم يعني التوصيات ديالها على العموم يعني حلقه اليوم غادي يكون على موني اونلاين انفستمنت هذا الموقع اللي سبق لي انني شرحته لكم في الفيديو السابق وهذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم واحد يعني اثبات يعني بحيث انني قمت بدفع يعني عن طريق الباي بال يعني فقط الناس اللي سولوني الناس اللي وضعوا شكوك حول مصداقيه الموقع حتى انني غادي نتبع الموقع وغادي نشر لكم كثير من الاشياء يعني سواء القروض او حتى الطريقه يعني يمكن لك انك تقوم بعمل ايداع يعني في هذا الموقع هذا وما تحتاج انك تستثمر اي بروجيكت او برودكت فقط يعني يمكن لك انك تستثمر في الموقع وتحصل على ارباح كل هذا ان شاء الله غادي نشرح لكم سواء في هذا الفيديو هذا او لا حتى الفيديوهات القادمه اللي غتكون على على هذا الموقع هذا بحيث انا كما قلت لكم انني غادي ندير لكم واحد المواجهه الشامله لهذا الموقع هذا هذه المواجهه هذه ما مقدماش من الموقع يعني ما كايناش شي دعم من الموقع هذا فقط يعني نحاول انني نشارك معكم قناه اي قناه سموكو فنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ما تمشوش بعيد ابقوا معنا اوكي السلام عليكم اخوات في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشرح فيه يعني الاسهم اللي تحصلت عليها يعني من موقع يعني او من يعني من موقع يعني موني اونلاين انفستمنت هذا الموقع هذا اللي سبق لي انني وضعت عليه فيديو وشرحت لكم ميزه هذا الموقع هذا وفي هذا الفيديو هذا بغيت فقط ناكد على الناس اللي شكوا في مصداقيه القناه بحيث انهم طلبوا مني ان اضع يعني اثبات الدفع الخاص بي بحيث ان يعني بزاف ناس قالوا على ان هذاك المبلغ اللي كان في الحساب ديالي اي في حساب موني اونلاين انفستمنت يعني موقع موني اونلاين انفستمنت هذا المبلغ يعني كان هو فقط يعني فقط ريفيو والموقع هو اللي وضع يعني كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق هذاك ما كانش ريفيو هذاك يعني فقط شاركت معكم الموقع ما كانش يعني شي ريفيو مدفوع يعني هذاك يعني قمت يعني شاهدت الموقع وتعجبني هذاك الموقع وحيث انني قمت بمشاركته معكم اوكي بالنسبه لهذه العمليه الاثبات الدفع فاذا عملت يعني هنايا يعني قمت بعمل فتحت الصفحه فكيف ما تشوفوا معايا لانه نفس العمليه ستجدها يعني ما كاين لا ابسنك لا والو اوكي المهم ديري اللي عارفين مصداقيه القناه ما نحتاجش انني نوضع لهم هادشي كامل على العموم يعني غنشرح لكم حتى بعض الاشياء اللي خاصك تعرفها على موقع يعني موني اونلاين انفستمنت هذا الموقع اللي صراحه انا عجبني بشكل كبير خصوصا ان الارباح ديالو متغيره وليست ثابته يعني كاين واحد الميثود اللي يمكن لك انك تحصل على ارباح ثابته مهم بالنسبه للارباح الثابته كاين بزاف الناس اللي تيداك تيقولوا يعني باختلاف يعني بين الحلال والحرام انا ما بغيتش نركز على هذا الموضوع هذا بحيث انني نركز على فقط الاسهم اللي بحيث انها ديما كتكون يعني في ارتفاع او في انخفاض ما المهم على حسب العلم ديالي الارباح ما تتكونش ثابته اوكي اوكي نشرح لكم على كيفاش ما كتكونش ثابته اوكي نمشيو السهم اللي سبق لنا اننا قمنا بشرائه اوكي ما شاءتش في هذه البلاصه هذه غنمشيو لهذا الشخص هذا صاحب هذا المشروع هذا كيف ما شاركت معكم في الفيديو السابق فكانت الارباح الخاصه بكل سهم يعني في اليوم تساوي 0.003 الان اصبحت 0.00 او اصبحت 0.04 يعني هذه الارباح التي اصبحت الان زادت بنسبه يعني 0.01 دولار يعني قامت قام يعني بزيادتها بالنسبه للتوتالشات يعني بالنسبه للناس يشوفوا على ان هذا العدد ديال الاسهم يعني كيتزاد او لا حتى كينقص فهذا شيء عادي خصوصا ان صاحب السهم اذا شاف مثلا على ان مازال محتاج اسهم وعلى ان الاسهم ديالو بدات تتشاف من بزاف ديال الناس فكيقوم اخويا بعمل شيء او عمل يعني اضافه لاسهم جديده بحيث انه يحصل على اسهم جديده ويقوم بالزياده ديال الاسهم ديالو اوكي هذا ماشي مشكل هذاك هادشي عادي
اوكي، بالنسبه للتغيير يعني التوتال شات في هذه البلاصه هذه، اذا كانت التغيير فهو شيء عادي جدا. هذا كان يعني سؤال لاحد المتابعين. اوكي، بالنسبه للارباح فكما قلت لكم يعني الارباح ديما تكون متغيره، تقدر توصل يعني 0.04 0.03، وغالبا يعني غد الارباح غادي تزيد يعني كلشي كيعرف يعني فصل الشتاء يعني داك الشيء ديال الطاكسيات كيكثر والتعبئه. المهم داكشي كيزيد يعني حتى الاسهم يعني غادي يتزادوا، خصوصا يعني اذا قام يعني هذا المقاول هذا الشخص هذا واللي وهذه المجموعه هذه اللي تتكون ماشي 4 ولا 5 ديال الاشخاص قامت بتطوير يعني المنتجات الخاصه بها، ف100% على ان هذا السهم حاليا سوف يزيد في الارتفاع. اوكي، يعني نزيد نكملوا يعني كيف ما شاهدت معه كيف ما ويتكم، فالسهم وصل حتى ل 12، وصل حتى 12 دولار، يعني حنا تحصلنا عليه فقط ب 3 دولار، والارباح يعني اللي نتوقعها انايا او اللي نحتاجها انايا هي خلال ارتفاع السهم، يعني حينها يمكن لك ان تقوم ببيع اسهمك. بالنسبه للسحب، الى مشيتي للهوم او لا يور داشبورد يعني الصفحه الخاصه بك، يعني صفحه لوحه التحكم الخاصه بك، فغادي تشوف هنايا على ان البالونس تعطيني 20 دولار، يعني البالونس الان تقريبا يعني 21 دولار، وتعطيني هنايا ابيض تو يعني يعطيك 1.23، يعني بامكانك سحب فقط 1.23 من هاد 20 دولار. يعني بزاف الناس غادي يقولوا لي شنو عندي يعني بواحد الدولار وانا عندي في البالونس ديالي 20 او 21 دولار، كيف يمكن لي انني نسحبها بالكامل؟ فكيف ما قلت لكم وكيف ما تحددت لكم، فالموقع يعمل بنظام النقاط عند السحب. تمشيو لكويك ستاتيستيك في هذه البلاصه هذه ونشوفوا مع تشوفوا معايا، يعني هنا تقول لك على كل 4 ايام او على كل 29 يوم، يعني في حال كانت عدد نقاطك صفر، فكل 29 يوم غتقوم بسحب يعني مبلغ، يعني هذا المبلغ هذا ما يكونش يتجاوز 22 دولار. يعني هذه هي كل شيء، احنا ما نعاودوش نشرحو باش ما يكونش الفيديو طويل. الان في المستوى الثالث، اي مستوى يعني الثالث، يعني كيمكن لي انني خارج كل 3 ايام يعني بمبلغ ابتداء او لا يعني مبلغ يعني 900، يعني ما يمكنش نفوت اكثر من 3 يعني 900 دولار. اوكي، وحتى الان يعني عندي 268، بقى لي هو 300 نقطه، بحيث انا يمكن لي نسحب كل يومين وبفي اي بي اقتطاعات، يعني تصل فقط الى 3%. اوكي خوت، كيف ما وريتكم غادي نمشيو للفينانس اكونت ستاتيستيك ترانزاكشن في البلاصه هذه، بحيث اننا نوريكم عدد العمليات. فبالنسبه لاول عمليه وهي اللي غتشوفها معايا هنايا، اللي هي انني قمت باضافه يعني اد فوند، يعني تيقول لك اد فوند من الباي بال، اللي قمت بهذه العمليه هذه يوم 18 نوفمبر يعني تقريبا الساعه 12. اوكي، وغنمشي لهنايا الباي بال وغتشوف على ان العمليه كانت في 17 نوفمبر، يعني ما تقولش على انه يوم او شيء مثل هذا، فقط يعني شوف انا كاينيش نفس العمليه بمجرد انني قمت بالدفع على اموالي في حساب خاص بي، والعمليه يعني كانت بسهوله ولم اجد اي مشاكل في الموقع. اوكي، هذه كلها الاسهم التي قمت بشرائها. هنا تعطيك نمشيو الاول يعني الصفحه الاولى، بحيث انني هنشوف يعني عدد الاسهم اللي تحصلت عليها من هذا الموقع هذا، يعني تحصلت على 23 دولار، لي يمكن لي انني انسحبها يوم 3. هنايا تعطيك بيندينغ، يعني هذه الاموال هذه يمكن لي ان تضاف للحساب ديالي ويمكن لي انني انسحبها يوم 3 ديسمبر 2013 او 2019 او 2013. هناك ديك بيندينغ. اوكي، هنا كذلك هذه العملية pending active 3 ديسمبر 2019، كذلك هنا يعني هذه يعني الآن 1.23 دولار، 2.91 دولار، 1.53 دولار، يمكن لي نسحبها يوم 4 ديسمبر 2019، وهذه يمكن لي نسحبها يوم 4 ديسمبر 2019. هاد الأرباح هذه كلها إلا جمعتها غادي تعطيك 20 دولار، ولا عطاتك يعني واحد تقريبا 21 أو 22، فهو المجموع اللي كاين هنايا وزيد عليه هذا المجموع اللي كاين هنايا، بحيث أنني
انها 3 ديسمبر غادي تحيد هاد الواحد فاصلة 23، غادي تمشي للمحفظة الخاصة ب في الـ يعني في البيتكوين، ويمكن ليا من خلال يعني هذيك النهار نيت، يمكن ليا بعد 3 ايام انني نسحب مبلغ، ولكن ماشي 1.23، يمكن لي نسحب مبلغ اللي تقريبا يعني تجاوز يعني 19 15، يعني على حسب النهار، على حسب المدة اللي او حسب يعني البالونس اللي عندي هنايا، واللي يمكن لي انه يظهر في هذه البلاصة هذه من بعد ما يمشي هذا المبلغ هذا. فهذا المبلغ الاولي اللي غادي نسحبه، من موراها غادي يبقى يجي الارباح بحال الشكل ديال ادسنس. اوكي، بحال الشكل ديال ادسنس. اوكي، على العموم يعني ما بغيتش نطول يعني في هذا الفيديو هذا، مازال غادي نشرح لكم القروض يعني لونس في البلاصه هذه اللي غادي يستافدوا منها بزاف ديال الاشخاص. المهم كاين بزاف ديال الاشياء ان شاء الله اللي غادي نشرحها لكم في الفيديوهات القادمه، سواء عن هذا الموقع او حتى عن مواقع اخرى. فاذا كنت من المتتبعين، ما تنساش انك تقوم بالضغط على لايك، وكذلك وضع كومنت من اجل دعمنا. وفي حال يعني كانت هذه اول مره تشاهد القناه، فنكون ما عليك هو الاشتراك وتفعيل الجرس من اجل دائما التواصل بالجديد. كان معك خيسمو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.